بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. اليوم جبت لكم تحليه بزاف بنينه وخفيفه، جبت لكم فلو بريستيج، جبت لكم فلو تاع الشوكولا، بزاف خفيف وبزاف بنين. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تعجب العائله تاعكم. نروحوا نشوفوا واش عندنا الفلو تاعنا. عندي يوترو حليب، عندي باطا ياغوت شوكولا، عندي حبه بانان، وعندي باطا فلو شوكولا. نروحوا دوكا نحطوا الحليب في الكسرونه ونحطوا زوج مغارف تاع مايزينا معمرين مليح، معمرين مليح زوج مغارف تاع المايزينا فوالا. ونحطوا مغرف تاع الكاكاو تاني تكون معمره مليح، ونحطوا الكيس تاع الفلو فوالا. ونخلطوا هنا بارد في بارد، ومن بعد نحطوا فوق النار، نخلو حتى يدو لنا الغليه، ومن بعد نحوا داك الفلو تاعنا. بعد ما تدي الغليه دونك بعد ما نحينا نحطوا البطاطا الياغوت. البطاطا الياغوت تعطي واحد الكوب بزاف شباب، ما تحقروش بها، تعطي واحد الكوب بزاف شباب فوالا. يجينا الفلو بزاف بنين. دونك نخلطوا داك الفلو مليح مليح حتى اللي يذوب، ومن بعد نحوا هنايا نص كاس فوالا. هنا حطيت 3 مغارف تاع السكر، نسيت ما قلت لكمش يعني من هنا 3 مغارف تاع السكر حطيتهم فوالا. لازم تحطي السكر، لا ما حطيتش السكر تجيك صامطه. 3 مغارف تاع السكر. دونك هنايا هذاك نص الكاس نحطوه هكذا في الطبسين، نغطيه بالكيس ونبداو نحطوه في المجمد، نديروا به التزيين. ومن بعد دونك هنا الفلو تاعنا نفرغوه هنا في الكيسان، ما نعمرش الكيسان، نديروا غير نص برك، فرغوه في الكيسان هكذا وندوم نحطوهم يبردوا. دوك هنايا بعد ما برد الفلو تاعنا عندنا هنا كفريت فوالا. انا نحب نخدم التحليه بالكفريت، بالكفريت تجي بنينه احسن من بيمو، بالبيمو تجي ثقيله. دوك هنا الكريمه هذيك اللي حطيناها في المجمد نحوها، نحطوا عليها 5 مغارف تاع كريم شونتي فوالا، ومن بعد نخلطوها بالروب. قبل نخلطوا ندخلوا هذا الكريم شونتي مليح في الفلو، ومن بعد نبداو نشعلوا الروبو هكذا باش كريم شونتي ما تغبرناش فوالا. هاي ليكم بعد ما خلطناها، دوكا نحطوها في الكيس الحلواني فوالا. انا هنا في الاول في الحشيه خدمت قبل المغرب، خدمت الفلو حطيته في الفريجيدير، وهنايا التزيين خليته حتى من بعد الفطور. من بعد الفطور كامل نقيت الكوزينه فوالا، نقيت الكوزينه كامل، ومن بعديها رجعت ندير في الديكور فوالا. الديكور انا نحب الديكور تاع التحليه حتى من بعد، حتى كي نجي نقدم التحليه، حتى كي جيت نقدمها هنا حتى للسهره باش انا نحط لها في الديكور فوالا. مع الحشيه ما كاش الوقت، مع حنا الجزائريين معروفين بالقلي مع الحشيه، الحشيه القلي والقلي يشد اليد، ما عنديش الوقت. تما داك اللي خدمت الفلو حطيته في الفريجيدير، ومن بعد من ثم من بعد السهره كي غسلت المواعين نقيت الكوزينه من بعد الفطور كامل باش رجعت ثاني ندير في الديكور فوالا. دوك هنا حطينا شويه تاع كفريت، ومن بعديها حطينا شويه تاع بنان. البنان ما كثرتش كما عرفوا، البنان راه غالي، حطيت غير شويه برك للبنه برك باش يعطينا بنه برك. وحطيت الكفريت ثاني، كفريت حطيت غير شويه برك فوالا. ننصحكم بالكفريت في التحليات احسن من بيمو، بيمو تجي التحليه ثقيله بزاف، والكفريت تجي التحليه خفيفه، تجي التحليه خفيفه وتجي بنينه فوالا. دوك الكريمه ثاني مش حنحط بزاف، الكريمه راح نحط شويه برك، كريمه راح نحط شويه برك تاني باش ما تجيش التحليه تاعي تقهم، ماشي حنكثر الكريمه، نحط غير شويه برك فوالا باش التحليه تاعي تجيني خفيفه. ومن بعد نحطوا شويه تاع كفريت تزيين، ونحطوا هكذا شويه تاع بنان تاني تزيين برك. ومن بعد نحطوا هنا شويه تاع سيرو هكذا نخلط مع الكراميل شويه برك، غير الديكور برك هذا مكان فوالا. والتحليه هذه بالنسبه اللي عندهم السكر يقدروا ياكلوها بلا سكر، تقدري ديريها بلا سكر. انا شتوني خليت السكر مع التالي، علاش خليت السكر مع التالي؟ حتى نحيت لوليدي كاس، وليدي ما ياكلش السكر، حتى نحيت له كاس باش درت السكر فوالا، حتى طاب الفلو تاعي وحتى حطيت 3 مغارف تاع السكر فوالا. بالنسبه اللي عندهم السكر ولا اللي ما يحملوش السكر ولا اللي دايرين زيجيم تقدروا تاكلوها بلا سكر، لحد جنومه تجي كيما الياغوت، تجي عادي ماشي حتجي ماكمش حتحسوا بها بلي صامطه فوالا. هايديكم التحليه تاعنا بعد ما وجدناها، كما كنتم تشوفوا تحليه راقيه وشابه بنينه، البنه تاعها خياليه، ان شاء الله تعجبكم فوالا. فرحوا بها العائله تاعكم هكذا. وبالنسبه اللي عندها افراد العائله قلال فوالا، اللي عندها عائله صغيره
ما ديريش الكميه كامله، الكميه هذه خرجت لنا 9 كيسان كما راكم تشوفوا، كيسان كما هكذا كبار ولبس بهم. تما اللي عندها العائله تاعها صغيره حطي نصف المقادير، ما تحطيش المقادير كاملين. فوالا راح تخرج لنا 9 كيسان كما هكذا، ودي التحليه بنينه. وبالنسبه اللي ما عندهاش الوقت تقدري تخليها حتى من بعد الفطور، تك تغسلي الماعين تنقي كوزينتك كما تخدميها في غرضك بلا ما تقلقي روحك ما والو، مش حتى تديد وثمثم تتقدم ما تستنى ما والو. بزاف بنينه هذه التحليه، ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجوا فيديوهاتي. نقول لكم شاهدكم في الجنه، صحه فطوركم ان شاء الله نكون خفيفه عليكم. مع السلامه.